السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. غادي نتقاسم معكم طريقة الحصول او تجديد جواز السفر البيومتري. شنو هي الوثائق اللازمة للحصول على الباسبور؟ كيفاش كنملأ الطلب؟ وايضا كيفاش غنخلص التامبر عبر الانترنت؟ جميع هذه المعلومات غتلقاهم ان شاء الله في هذا الفيديو، وهي عن تجربة شخصية قمت بها من اجل تجديد جواز السفر ديالي الباسبور. اذا تبعوا معايا الفيديو من البداية حتى النهاية وان شاء الله تلقاو المعلومات اللي تحتاجوها في هذا الفيديو. اول حاجه قبل ما نبداو في المراحل ديال التجديد او الحصول على جواز سفر بيومتري الباسبور، الوثيقه هذه فهي تعطى بدون شرط تحديد السن، يعني ما كاينش شي حد باش نعطيوه فيه الباسبور. الطفل الصغير من حقه نعطيوه الباسبور، كما الرجل الشيخ الكبير او المراه الكبيره من حقها تاخذ الباسبور، الا اذا كان شي واحد مستظرف حقه اجراء قضائي. في هذه الحاله كيتحرم هذه الوثيقه هذه، مثلا شي واحد زور باسبور او لنتحل الصفة الى اخره. المهم كيتحرم هذا الوثيقه هذه. مختلف المعاملات المرتبطه بالباسبور كتتم عبر الانترنت. كتدخلوا لجوجل كتكتبوا باسبور ماروك، ثم كتضغطوا على الموقع الاول كيبان هنا في الشاشه passeport.ma، كتضغطوا عليه ثم كتبان لكم الصفحه الرئيسيه للموقع. الموقع كيبان باللغه الفرنسيه، الا بغيتوا يتحول الى اللغه العربيه كتضغطوا هنايا ثم كيتحول اللغة العربيه. الواجهه الرئيسيه ديال الموقع كما كتلاحظوا هنايا في الاعلى كاين بالمغرب كاين بالخارج. طبعا الناس اللي في الخارج يمكن لهم يقوموا بجميع الاجراءات الخاصه بالباسبور عبر هذا الموقع consula.ma. اما المقيمين بالمغرب او اللي غيتقدم الطلب ديالو من المغرب فيتبع معايا هذه الخطوات هذه. فكما كتلاحظوا هنا في الصفحه الرئيسيه نضغط على الخيار الاول تابع الطلب. من بعد كيظهروا لي هنا اربع الخيارات الرئيسيه. الخيار الاول وهو شراء الطابع الالكتروني عبر الانترنت. الخيار الثاني هو ملء طلب جواز السفر. الخيار الثالث هو الوثائق المطلوبة، والخيار الأخير هو تتبع الطلب. إذا أول شيء هو نشوف الوثائق المطلوبة بالنسبة لجميع الفئات العمرية. نبدأ بالراشدون اللي عندهم فوق 18 سنة. كاين خمسة ديال الوثائق أساسية. الوثيقة الأولى هي استمارة طلب الحصول على جواز السفر بيومتري، وغادي نشوفوا كيفاش نملأوا هذه الاستمارة في الموقع ديال passeport.ma، وأيضا تبرير واجبات التمبر المحدثة بموجب تشريع جريبة العمل. وبعد قليل غادي نشوفوا مراحل شراء التمبر الإلكتروني. الوثيقة الثانية هي نسخة من البطاقة الوطنية. الثالثة وهي الصور الفوتوغرافية. هاد الوثائق اللي ذكرت بثلاثة فهما خاصين باللي غادي يتقدم الطلب للحصول على الباسبور لأول مرة. بالنسبة اللي بغى يجدد فغادي يزيد جواز السفر القديم أو ما يبرر مصيره، يعني لا تسخلو ولا ضاعلو، فغادي يجيب واحد الوثيقة من الأمن الوطني إلا كان في المدينة أو من الدرك الملكي إلا كان في العالم القرار. نمشيو الآن الوثائق الخاصة باقي الفئات. الرشيد والخاضع للوصاية تقريبا نفس الوثائق، زايدة الوثيقة تثبت صفة النائب الشرعي وصلته بالرشيد الخاضع للوصاية. أما باقي الوثائق فكتبقى كما هي. بالنسبة للقاصرون كاين جوج ديال الفئات، الفئة الأولى من 12 إلى 18 سنة، الفئة الثانية قبل 12 سنة. بالنسبة للقاصرون 12 إلى 18 سنة فجميع الوثائق مبينة في هذه الصفحة، أيضا نفس الشيء بالنسبة للقاصرون أقل من 12 سنة، وغتلقاو فيها جميع الوثائق اللي غتحتاجوها. الآن غادي ننتقلوا لمرحلة شراء التمبر الإلكتروني. غنمشيو للصفحة الرئيسية نضغطوا على تابع الطلب، ثم غادي نضغطوا أيضا هنا اطلب طابعك الإلكتروني عبر الإنترنت، ثم غنهبطوا لتحت غادي نلقاو هنا اشتري طابعك الالكتروني عبر الانترنت، غادي نضغطوا عليها، ثم غتبان لنا هاد الصفحه هذه كما كتلاحظوا. في الاختيارات غادي نختاروا طابع جواز السفر هو الاول، غادي نضغطوا عليه، ثم غادي نضغطوا على اضافه الطابع. طبعا هذا الطابع ديالنا زاد لنا التمبر واحد، القيمه ديالو هو 500 درهم، غادي نخلصوها عن طريق البطاقه البنكيه او عن طريق الوسطاء بحال وفا كاش، ولكن انا في هذا الفيديو غادي نخلصها عن طريق البطاقه البنكيه اللي عندي، واللي عند جميع تقريبا عندهم البطاقه البنكيه. اذا كما كتلاحظوا في هذه الصوره غادي نختار دفع بواسطه بطاقه بنكيه، غادي ندخل رقم الهاتف ديالي. رقم الهاتف ضروري تدخلوه بطريقه صحيحه، ومن الافضل يكون حداكم لان العمليات تتم بشكل اني. اذا غادخلوا في الخانه الاولى رقم الهاتف، ثم غادي ديروا التاكيد ديال رقم الهاتف. في الخانه الثالثه غادخلوا البريد الالكتروني. في الخانه الرابعه غادي ديروا التاكيد ديال البريد الالكتروني، وفي الاخير غادي تدخلوا هذا رمز التحقق، ثم تضغطوا على فاليدي فوتر كوموند. اذا كما كتلاحظوا ففي البلاصه جاني واحد الاس ام اس، غادي ندير كوبي لذاك الكود اللي جاني واحد الكود، غادي ندير له كوبي، ثم غادي نحطه هنايا في هذه الخانه وغادي ندير تاكيد فاليدي.
من بعد غادي ندخل المعلومات ديال البطاقه البنكيه ديالي، لاني اختاريت هذه الوسيله ديال الدفع. غادي نحررها سهله، الاول غادي ندخل الاسم ديالي كامل اللي كاين في البطاقه البنكيه، من بعد غادي ندخل الرقم ديال البطاقه، راه كاين تحت الاسم كاين في الواجهه ديال البطاقه البنكيه، ثم غندير لا دات ديكسبيراسيون يعني فوقاش السالي كندير الشهر والسنه، ثم في الكود دو فيريفيكاسيون غادي نقلب لا كارت يعني في الظهر ديالها كاين واحد ثلاثه الارقام غادي ندخلهم، ثم غادي نكوشي كونفيرمي لاكسبتاسيون دي كونديسيون دوتيليزاسيون دو سيرفيس، ثم نضغط على فاليدي لو بايمون. طبعا قبل ما نضغط على فاليدي لو بايمون خصني نتاكد من جميع المعلومات اللي دخلت. من بعد ما كنضغط على فاليدي لو بايمون كيجيني واحد الاس ام اس للتليفون ديالي باش كنتاكد العمليه ديال الشراء على الانترنت. طبعا هذه العمليه راكم عارفينها، خاصه اللي كيشري في الانترنت كيجيني واحد الكود كندخلوه في لابلاتفورم ديال البنكه وكنضغط على فاليدي باش نكمل عمليه شراء تامبر الالكتروني. طبعا اللي مهم في هذه العمليه كامله هو الكود تامبر. من بعد ما ساليت عمليه الشراء بنجاح غادي يجيني واحد الكود من الخزينه العامه لنفس الرقم اللي دخلته في الاول، وغادي نحتفظ بداك الكود باش غادي نملأ او في الاستماره طلب جواز السفر. اذا لاحظوا هنايا جاني ميساج من دي جي اي ديكسيون جينيرال ديزامبو اداره العمل الضرائب يحتوي على الكود تامبر. هذا الكود تامبر ضروري خصني نحتفظ به باش ندخلوا في الاستماره ملء طلب جواز السفر البيومتري عبر الموقع الالكتروني، وغادي نقوموا بهذه العمليه بعد قليل، تابعوا معي. اذا غادي نولي الموقع الالكتروني وغادي نضغط على املاء طلب جواز السفر، ثم غادي ندخل المعلومات ديالي الشخصيه. اول حاجه غنبدا بها هي اختيار الفئه، واش الراشدون اشخاص تحت الوصايه، والقاصرون من 12 الى 18 سنه، والقاصرون اقل من 12 سنه. انا نختار الراشدون، ثم غادي ندخل الكود تامبر اللي حصلت عليه، الرقم ديال بطاقه التاليف الوطنيه، اسم العائلي باللغه الفرنسيه والاسم الشخصي باللغه الفرنسيه، ثم غندخل الاسم الشخصي ديالي باللغه العربيه، ايضا الاسم العائلي. الا كنت ما كنتوفرش على يوم وشهر زياده غادي نكوشي هذه الخانه هذه، ولا ما كانش عندي يوم زياده غنكوشي هذه الخانه الثانيه. وإلا كان عندي تاريخ الزياد كامل غادي ندخل هنايا اليوم، يوم الزياد، ثم الشهر، ثم السنة. من بعد غادي نختار ذكر ولا أنثى، ماسكولان ولا فيمينا، ثم غادي نكتب ليو دو نيسونس يعني مكان الزياد باللغة الفرنسية. من بعد غادي نختاروا بي دو نيسونس يعني البلد ديال الزياد، ثم غادي ديروا رقم الهاتف ديالكم ولادريس ايميل. هاد جوج ديال الخانات ما فيهمش العلامة حمراء، بغيتو تدخلوهم دخلوهم، ما بغيتوش ما تدخلوهمش، ولكن من الأفضل تدخلوهم باش من كيوجد الباسبور ديالكم كيعلمكم إحدى هاد الوسيلتين، إما بالهاتف ولا بالإيميل. ثم غادي تدخلوا لادريس بوستال يعني العنوان ديال الإقامة ديالكم. الحاجة اللي بالفرنسية دخلوها بالفرنسية، الحاجة اللي مكتوبه بالعربيه اكتبوها بالعربيه، بحال مثلا ادريس بوستال مكتوبه بالفرنسيه دخلوا العنوان ديالكم باللغه الفرنسيه. نفس الشيء بالنسبه لافيل المدينه، ايضا الكود بوستال، ثم البيي. اخر حاجه غادي تدخلوها هي الكابتشا او رمز التحقق، غادي تدخلوه في الخانه الاخيره. قبل ما تضغطوا على تاكيد تاكدوا من جميع المعلومات اللي كنتوا دخلتوها في هذه الاستماره، الا المعلومات كلها صحيحه فضغطوا على تاكيد. ثم غادي تظهر لكم هذه الصفحه هذه هنايا على صاحب الطلب انشاء ثم طباعه نموذج طلب جواز سفر بيومتري وتوقيعه قبل تقديم الملف الى الملحقه الاداريه او القياده التابعه لمكان اقامته. ضغطوا على انشاء طلب جواز السفر، غادي يظهر لكم واحد البي دي اف غادي تطبعوه. طبعا بعد ما تفريشوا جميع المعلومات غادي تقوموا بالتوقيع. الا بانت شي معلومه خاطئه بحال الاسم ولا العنوان ولا بطاقه التاليف الوطنيه غتعاودوا العمليه من جديد وتاكدوا من صحه المعلومات. ثم غادي تديروا هذه الوثيقه اضافه الى الوثائق الاخرى بحال البطاقه التاليف الوطنيه والصور وجواز السفر البيومتري القديم في حاله جديد. المهم جميع الوثائق اللي حنا شفناها في البدايه ديال هذا الفيديو رجعوا ليها باش تعرفوا الوثائق اللي خصكم. قبل ما ننهي هذا الفيديو بغيت نشير واحد النقطتين اساسيتين. النقطه الاولى وهي السحب ديال الباسبور سيكون قبل شهرين من تاريخ الاصدار ديالو، بمعنى منين تعلموا تاريخ الاصدار ديال جواز السفر ديالكم خاصكم تسحبوا قبل بشهرين. بحال مثلا انا دفعت جواز السفر في 31 اوت يعني في التالي ديال شهر 8، وجاني الايميل بان الباسبور واجد في 19 شهر 9 يعني تقريبا 20 يوم باش موجود، يعني عندي اجل ديال 60 يوم اي شهرين باش نسحب جواز السفر ديالي. في حالة ما جاكمش الاس ام اس او لا الايميل فكتدخلوا الموقع ديال passeport.ma كديروا تتبع الطلب، ثم كتدخلوا هنا رقم الملف. هذا رقم الملف كتلقاوه في الروسي اللي عطاو لكم اثناء تقديم الوثائق الخاصة بالجواز السفر. كتدخلوا رقم الملف ثم كلمة تحقق، ومن بعد كديروا تأكيد وكيعطيكم حالة الطلب ديالكم. اخر نقطه بغيت نشير لها وهي ديروا الوثائق ديالكم في ملف، لان داك الملف غادي يحتاجوه مع الوثائق. اذا هذا كل شيء بالنسبه لهذا الفيديو، تحياتي لكم والسلام عليكم.